هذه ليست الدراسة الأولى، التقرير الذي قدمته المفوضية كان يتضمن كم من هائل من المعلومات والإحصائيات والبيانات للأشخاص الموقوفين والمحكومين في عام 2018. كان هناك أكثر من 5600 شخص متعاطي ومحكوم بقضية المخدرات. في عام 2019 كان هناك أكثر من 799، في عام 2020 أكثر من 8300 شخص متعاطي للمخدرات. هؤلاء أشخاص موقوفين ومحكومين على ذمة التحقيقات القانونية والقضائية. بالنسبة للأشخاص الذين يراجعون الوحدات العلاجية، هذا الأمر متفاوت بين محافظة ومحافظة. كل محافظات العراق فيها كم هائل من الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات والأشخاص الذين يقومون بموضوع ترويج المخدرات. هنالك نسب معينة أثبتتها الدراسة. بالنسبة للفئة الشبابية من عمر 29 إلى عمر 35 وصلت إلى نسبة 41% من الدراسة التي أجرتها المفوضية. من عمر 18 إلى عمر 29 35%. بالنسبة لأكثر نوعية من التعاطي كانت في مادة الكريستال بنسبة 43%. 35% شبيهم ذولا هي النسبة الفئة الشبابية. هاي الفئة الشبابية من عمر 18 لعمر 29 يتعاطي، يعني النسبة الأولى من 29 إلى 35 ذولا يتعاطون. النسبة الثانية اللي هي من 18 إلى 29، وباقي النسب متفاوتة حسب الدراسة التي مقدمة. الجانب الآخر الكريستال مثلا كأنواع عندنا 41%. بالنسبة للكيبتاغون اللي هو 0.1 كان يصل إلى 28%، وباقي المهلوسات والقضايا اللي هي قسم منها صناعية قسم منها طبيعية، الأفيون الحشيشة الباقي المخدرات الصناعية هذه نسبها متفاوتة. في الجانب الخاص في موضوعة من هو السبب في قضية تعاطي المخدرات وزيادة هذه النسبة، الدراسة كانت تشير إلى نسبة 43% أصدقاء السوء، قسم كان يشير إلى ضعف الواعز الديني، قسم استخدام السيء للاتصالات، قسم ما يتعلق بموضوعات المشاكل الاجتماعية.